من هنا وفي حضور دولة رئيس الوزراء لابد أن نوجه الشكر لكل الموردين الروس لسبب لم يتقاعسوا في توريد كافة الاتفاقات وكافة العقود التي تمت حتى هذه اللحظة. والدولة أوكرانيا وفت بكل الموضوع، فرنسا وفت، رومانيا، بس أنا كنت أقصد بعدين حضرتك دولة رئيس رومانيا وروسيا نتيجة هم اللي كان في المشكلة، ولكن الحق تم توريد كافة الكميات التي تم. في موضوع هي أثرته بس أستاذن حضرتك عشان واخد لغط كتير، في مركب اتقال إنها قمح أوكراني وطلع من روسيا اللي سمحت بتحرك وقالت انها جت على الموانئ المصريه، لم يكن هناك اي مستندات شحن ولم يكن هناك اي طلب من قطاع خاص او من قطاع حكومي، ورفضنا دخولها الموانئ المصريه وتحركت الى ميناء. في الظروف الازمات دي بيبقى في بعض التجار وكده معاهم شويه قمح وبيتحركوا بيه لمجرد ان هم يشتغلوا به على اي ميناء، لم نسمح بمثل هذه الممارسات. انما الحق قال لابد ان نوجه الشكر لكافه الجهات المورده والعامله معنا في الاقمع. شكرا.